عليكم يا حبيبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض السبحه. طبعا السبحه بتاعتي اتفرجت يعني وقعت كده وكل حاجه راحت في حته، فانا جمعتهم. كانت كل واحده فيهم 33 حبايه، فجمعت هنا 33 وهنا 33 وهنا 33 ومعايا هنا الثلاثه اللي هم هيبقى في عمود السبحه. معايا السبحة هنا نفسها في سلاسل كده، في أربع سلاسل وأربع حبايات، وفيها العمود بتاعها ده، وهنا حباية، وهنا هنحط الثلاث حبايات. هنا شبكت حبل كده أو فتلة تخينة شوية، شبكتها هنا في الحلقة دي. يارب تكون واضحة معاكم أهي. هركب فيها ثلاث حبايات اللي هما دول بالفصوص اللي هي موجودة هنا دي، هركب بين كل اتنين واحدة، هركبهم وارجع لكم تاني. اهو يا حبيبي، هنا ركبت عمود السبحة اللي هما التلات غرزات دول، وبينهم فيصل كده اللي هو فيصل زي الستلس كده، في خرز صغير خالص. هنا تلات غرزات. هنا هبدأ بقى اركب ال 33 حباية اللي هنا واللي هنا واللي معايا هنا في البيت. طبعا شكلهم جميل، بس هذه غالية عليا ان كنت جايباها وانا في العمرة، فشايلها كده لحد ما لقيت فتلة تخينة كده او فتلة حرير مش سهل ان هي تتقطع تاني، قلت اعملها بقى. فبعملها معاكم عشان اللي عندها سبحة كده اتقطعت منها ممكن تعمل. فهكمل بقى احط 33 حباية وارجع اوريها لكم تاني. انا ركبت هنا جزء اللي هم 33 حباية اهو، وطبعا بوصل عادي وميجراش حاجة يعني. لو كانت فتلة طويلة كان هيبقى افضل، بس مفيش مشاكل. المهم ان هي فتلة تكون متينة معايا. هنا وصلت 33 حباية، ماشي. هوصل بقى الباقي في الناحية التانية، الفتلة التانية دي هوصل الباقي واكمل الباقي بتاع السبحة واروح لكم تاني. الجزء اللي معايا هنا حاولت عملت السبحة ومنتهى السهولة ورجعتها زي ما كنت بعملها تاني. استعملت فيها إبرة رفيعة جدا اللي حضرتك شايفينها كده، واستعملت فيها مقص، واستعملت شمعة وعلامة، طبعا الحاجات اللي كنت بحط عليها الخرز بتاعي والبنزين والزيت. وهذه السكة بتاعتي بقت جميلة جدا اهي، بقت 99 حبايب. وشكرا لكم على المتابعة، يارب تعجبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.